أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج الشاهد. نواصل استعراض مذكرات أو ذكريات الأستاذ سلطان عبد العزيز المعمري على الأحداث التي شهدتها البلاد خلال فترة الستينات والسبعينيات والثمانينات. أستاذ سلطان، أهلا وسهلا بكم من جديد. أهلا بك. في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن بداية نشاطكم السياسي والحزبي في صنعاء ووجود القوات المصرية ومغادرتها. كيف كانت مشاعركم وأنتم تشاهدون القوات المصرية تغادر في 67؟ طبعا كان ثقيل علينا وعلى كل الجمهوريين أن قوات الشقيقة الكبرى مصر وليست السعودية أن تغادر في ظل ظروف كنا بأمس الحاجة لبقائها لولا العدوان الثلاثي على الشقيقة مصر العربية. مع هذا كنا كل التيارات، كل القوى الجمهورية التقت حول ضرورة التوحد والوقوف صفا واحدا في وجه كل المخاطر والمشاكل التي ستنتج عن هذا الانسحاب، وهو توقع أثبتت الأيام صحته حيث فوجئنا بعدوان خارجي تدعمه كل القوى المعادية للثورة والنظام الجمهوري بدءا من بريطانيا وليس انتهاء بالسعودية. نعم، في هذه المرحلة أو ما قبلها كان هناك تزايد للخلافات داخل الصف الجمهوري، ذهب عقدوا مؤتمر في خمر، اغتيال الزبيري، يعني في خضم هذا ما الذي كانت تقوم به الأحزاب اليسارية؟ طبعا في هذه المؤتمرات القبلية كانت ذات اتجاه معادي للنظام الجمهوري، أو هكذا كانت تهدف القوى التي دعت لهذه اللقاءات والمؤتمرات والقوى الداعمة لها. كيف يمكن احتواء أو إسقاط هذه الثورة والنظام الجمهوري؟ هذا السلطان في هذه الناحية، كل من عقدوا تلك المؤتمرات أو ذهبوا هم كانوا أصلا جزء من الصف الجمهوري وجزء من فاعل في ثورة 26 سبتمبر، كيف تحول الآن الحديث إلى أنهم أعداء للثورة؟ تحولوا لأنهم كانوا معادين أو ضد التواجد المصري في اليمن. من هذا المنطلق وعدم الاتفاق واعتبار تواجد المصري يعني تواجد كما سماه البعض يعني للتحكم بالثورة أو الجمهورية، هذا التحول يعني من قبل هذه القوى هو الذي دعا إلى توحد القوى الأخرى أو الصف الجمهوري الآخر الحقيقي، الجمهوريين الحقيقيين والثوريين الوطنيين واليساريين في صف واحد عبروا عنه في أكثر من شكل بدءا من المقاومة وليس انتهاء بوحدة الوحدات موقف الوحدات العسكرية التي كانت خالصة التوجه والقوى والصف مع الجمهورية والنظام الجمهوري. طيب أستاذ، كيف تلقيت نبأ اغتيال القاضي الزبيري؟ طبعا احنا كنا ضد هذا الاغتيال وضد اي عمل اغتيال لاي شخصية، يعني لانه شكل الاغتيالات مرفوض من قبل القوى اليسارية شكلا ومضمونا، ولهذا كنا بصرف النظر عن من هو محمد الزبيري يعني أبو الأحرار
لكن نحن ضد الاغتيال لأي شخصية كانت حتى من القوى المعادية. طريقة أو أسلوب الاغتيال في حياتنا، في سلوكنا، في قناعاتنا، في نظريتنا مرفوض جدا سابقا يعني ماضيا وحاضرا ومستقبلا. دكتور سلطان، هل مثل اغتيال الزبيري بداية لوجود اختراق حقيقي للصف الجمهوري، وبالتالي أيضا محاولة إرباك الجمهورية؟ تصفية أبو الأحرار يعني محمود الزبيري كما قلت لم يكن للصف الجمهوري الحقيقي مثلا رئيس الجمهورية ومناصريه، ولكن كان وراء العملية هذه القوى أصلا الرافضة لمسألة أي شيء اسمه حزبي سواء تنظيما أو أفرادا، وخروج القاضي الزبيري إلى القبائل كان يعتبر استفزاز لهذه القوى القبلية التي كانت ضد ومناوية لأي عمل حزبي، وهو أراد أن يشكل حزبا اسمه حزب الله. لهذا رأت في هذا إذا ما تشكل هذا التنظيم سيمثل خطر عليها يعني وليس على النظام الجمهوري. يعني سيمثل خطر على اليسار أولا؟ لا، على القوى القبلية. القوى القبلية وليس على اليسار، ولكن على القوى القبلية التي ترفض أي شيء اسمه حزبي سواء نعم. كان تنظيما أو فردا. في هذا السياق يعني الأستاذ الفسيل ذكر أنه من؟ القاضي الفسيل الأستاذ محمد عبد الله الفسيل قال أن اغتيال الزبيري كان السلال والعمري تقريبا كان على اطلاع بهذا هذه العملية، وبالتالي وأن العملية كانت مدفوعة من الجانب الملكي. أنا لم يكن عندي علما بأن الرئيس والفريق العمري على اطلاع، لكن احتمال أن يكونوا علموا بعد الحادثة وليس قبل الحادثة، هذا تقديري أنا الشخصي لهذه العملية. لأنه القاضي الزبيري بعملية الدعوة لتأسيس حزب لم يكن ليعلم أحد سواء الرئيس أو المسؤول العسكري الأول في الصف الجمهوري. بالنسبة يعني خطوة الزبيري لمحاولة تأسيس حزب، هل كانت تزعج فقط السلطة أو تزعج الجانب القبلي العسكري، ولذلك حاول الجانب القبلي إرباك المشهد؟ أنا قلت وأؤكد من جديد أنه أي عمل حزبي لم يكن مسموح له في الجمهورية العربية الإسلامية حتى هذه اللحظة، حتى اغتيال الزبيري. ولهذا القوى الأكثر تشدد في هذا الجانب كانت هي القوى القبلية والقوى المعادية لمسألة اسمها عمل حزبي أو تنظيمات حزبية. نعم. يعني انتهت هذه المرحلة أو الحادثة بانقلاب الانقلاب على الرئيس السلال. أنت ما زلت حتى اللحظة يبدو غير راضي على الانقلاب الذي يعني قام به يعني الجناح القبلي أو الجناح المتجدد بالتحالف مع العسكريين. أنا طبعا كنت ولا زلت إلى اليوم ضد انقلاب 5 نوفمبر وبسميه الرجعي، لأنه قام ب يعني لأهداف معينة لا تتفق وأهداف الجمهورية والثورة والنظام الجمهوري، وبدعم من قوى أيضا أشك في ولائها للنظام الجمهوري، بل وبعضها معادي جدا بشكل كبير وفاضح للثورة والنظام الجمهوري داخليا، هي داخلية وخارجية.
لكن كل من قاموا به هم جزء من الثورة، من الجمهورية. جميع اللي قاموا بالانقلاب هم محسوبين على الجمهورية. القاضي الإرياني جمهوري، المشايخ عبد الله بن حسين، سنان أبو لحوم جمهوريين، بقية من ساهموا في هذا العمل هم قيادة جمهورية. كيف يمكن نقول أنهم لم يكونوا جمهوريين؟ هؤلاء جميعا اللي ذكرتهم هم أنصار أو دعاة ضرورة خروج المصريين من اليمن، ولهذا كان طبيعيا يعني أن يحصل هذا الانشقاق، أنه هذا الصف من أو الشق الموجود هو وراء هذه العملية، يعني ليس مع نعم العملية. يعني هناك من يقول أنه الانقلاب كان ضرورة، السلال كان ضعيفا ولم يكن ممسكا بتلابيب الامور، وبالتالي ما كانش حتى قادر على انه يدير الخلافات داخل الصف الجمهوري. لا، ليس ضعيفا يعني، وانما كان التيار الاخر هو له الغلبه في داخل الساحه يعني، واستطاع ان يلم كثير من هذه القوى، وبالذات القوى القبلية وبعض الوحدات أو القادة في الوحدات العسكرية، ولهذا هو تغلب على أو رأى ضرورة التخلص من العائق الرئيسي اللي هو المشير عبد الله السلال. طيب، السلال غادر بعد مشكلة كبيرة، بعد أيضا حركة إعدامات، هذه القصة هل مهدت أكثر لأنه تم اغتيال أو تم إعدام عدد من ضباط الثورة وقيادات مدنية، هل هذا مهد أيضا للمزيد من الانشقاق في الصف الجمهوري؟ بعد الانقلاب 5 نوفمبر حصل طبعا مضايقات واعتقالات للوطنيين والثوريين الوطنيين الحقيقيين الجمهوريين الحقيقيين، سواء من القوى الوطنية أو القومية أو البعث أو اليسارية، بمعنى آخر أنه هذا الانقلاب كان موجه ضد كل قوى يعني مع عبد الله السلال أو تؤيد طروحات عبد الله السلال والنظام الجمهوري في اليمن. الإرياني مكن المشايخ من مفاصل الدولة، هكذا يقال، عين بيت أبو لحوم في الجيش، ومحسن العيني وهو محسوب على أيضا سنان أبو لحوم عينه في كرئيس الوزراء، الشيخ عبد الله في مجلس الشعب أو مجلس الشورى التأسيسي، وسنان أبو لحوم محافظا للحديدة، علي العواضي محافظا لتعز وغيرها. هل يعني هذا كان مثل لكم تحدي كبير كيسار، انه خلاص القوى التي ترونها انها رجعيه امسكت بمفاصل البلاد؟ اولا العواضي لم يكن مع هذا الانقلاب، بالعكس كان مع اليسار مع القوى الوطنيه. اثنين، البعثيين هم من شارك في هذا الانقلاب والتقت، ولو تأتي من الأسماء هذا التيار يعني معظمهم مشايخ، وأولهم سنان أبو لحوم. سنان أبو لحوم جاهد أبو شوارب عبد الله بن حسين. حوارات لاحقة أنا أعرف، وكثيرين من الزعماء القوى الإسارية أكد هذا، أنه كان هو يمثل التيار القبلي والبعثي في آن معا، ولهذا يعني كانت هذه القوى هي وراء، بدعم خارجي كما قلت، وراء عملية الانقلاب هذا للتخلص من عبد الله السلال، وفي الأخير التخلص من الثورة والنظام الجمهوري. تعيين محسن العيني رئيس الوزراء وهو بعثي أثار حنق القيادة المصرية، وربما حدث خلاف كبير جدا. ولهذا قلت لك يعني أنه التيار البعثي كان وراء عمليات الانقلاب،
ولهذا مش إلا محسن العين، كثيرين من البعثيين عينوا في قيادة السلطة الجديدة بعد الإنقلاب. طيب هذا يبدو أن الحكومة هذه لم تحظى بمباركات القيادة المصرية أبدا، ولهذا عاد العمري. ويعني هل لم يكن محسن العيني قادرا على مواجهة الملكيين حتى يعود حسن العمري ويتولى إدارة المعركة؟ لا، الوضع الجديد الذي يعني أصبح قائما ويمثل خطرا على النظام الجمهوري هو أنه هذه المرحلة تحتاج قائد عسكري مش قائد مدني. المدني كان رئيسا، والآن هذه المرحلة تتطلب إلى جانب هذا الرئيس قائد عسكري يتحمل مسؤولية المجابهة أو المواجهة العسكرية التي تحدق بالنظام الجمهوري. فكان لابد أن يكون وهو الشخصية الأبرز آنذاك الفريق حسن العمري. طيب حسن العمري عودته مثلت لكم كيسار مشكلة، مثل هو شخص صدامي وبدأ يصطدم مباشرة باليسار وبالقوى الألوية المحسوبة على اليسار. طبعا استطاعت القوى التي وقفت وراء الانقلاب أو مع الانقلاب أن تقنع أو توصل العمري إلى قناعة بأنه الخطر الآن أمامك هو يعني بالذات يعني بعد فك الحصار هم اليسار، القوى اليسارية سواء داخل الوحدات العسكرية أو خارج الوحدات العسكرية. ولهذا تمت عملية التحضير والإعداد لأحداث أغسطس، وأول هذه الأحداث كان هي التوجه لتصفية بعض القيادات العسكرية. طيب قبل أن نوصل لها، كان هناك يبدو أن الإمامة استغلت هذا الخلاف أو الانقسامات والانسحاب المصري وقامت بحشد مرتزقة ومقاتلين يعني بعشرات الآلاف ووصلوا إلى صنعاء، إلى داخل الشعوب حتى. هل بالإمكان تضعنا في صورة الملحمة أو صورة ما حدث، كيف تم العمل في الصف الجمهوري لحشد الطاقات وأيضا مواجهة هذا الحصار؟ طبعا الوضع الجديد الذي حصل في بعد أثناء الإعداد للحصار وقف وراءه قوى خارجية وقوى وبقايا الإمامة، وأول هذه القوى كانت بريطانية. لما نستعرض يعني القوى التي أو الضباط الذين خططوا وأشرفوا على عملية الإعداد لهذا الحصار القاتل والهادف إلى إسقاط النظام الجمهوري هم بريطانيين، يعني معظمهم بريطانيين، صح موجود غيرهم لكن الكلمة الأولى والعدد أو الغالبية هي للضباط البريطانيين. وتم طبعا هذا الإعداد بمعرفة كاملة من مملكة آل سعود، بل أكثر من ذلك أن مملكة سعود هي من مولت أو التزمت بتمويل من كانت تدعم القوى الملكية بقيادة البدر الحسن، والتزمت أيضا بتمويل كل القوى التي تم تجنيدها سواء من القبائل أو القوى النظامية، وهي كانت من اعتمدت أكثر من 3 مليون دولار لتمويل هذه القوى وشراء كل الأسلحة التي كانت مطلوبة للإعداد للدخول في معركة غزو صنعاء ومحاصرة الجمهورية. طيب في هذا السياق، ما سر تدخل إسرائيل في دعم الملكيين وقتها؟ يعني
شوف إيش أنا أقول يعني كمؤرخ أنا أعرف إنه يعني في مؤتمر دعا له أيضا بريطانيا في عام 1907 دعا رئيس وزراء بريطانيا آنذاك إلى اجتماع لسبع دول غربية وطرح عليهم خارطة الوطن العربي وقال لهم بالحرف الواحد نحن الآن في خطر وفي مرحلة يعني الانحدار والضعف هل تريدون أن نبقى على هذا الوضع أو ننتقل إلى مرحلة أعلى من يعني الخروج من هذه النقطة الضعف إلى القوة قالوا نعم قال لهم طيب إذن علينا أن نعمل أن نزرع جسم غريب في هذه المنطقة العربية كيف تأسست العلاقة بين الإمامة أو بين الملكيين والإسرائيليين تحديدا يعني طبعا هم من البداية منسقين من أول ما بدأت الإعداد للهجوم على صنعاء كان في تنسيق عبر السعودية لمشاركة هذا العدوان ورئيس الوزراء الإسرائيلي يومها أو حينها اعترف بأنه قامت إسرائيل بإنزال جوي لإمكانيات عسكرية حديثة وعبر المظلات الجوية إنزال الجوي و ساهم حتى في القصف العمليات العسكرية حتى في العمليات العسكرية المباشرة طبعا أفراد نزلوا عسكر يعني نزلوا أفراد نعم. وضباط يشرفوا على هذه العملية وحددوا لهم مهام معينة فالعملية التنسيق سبقت هذا الإنزال وجاء هذا الإنزال طبعا بإشراف مباشر من البريطانيين وبتمويل سعودي يعني تحالفت إسرائيل مع إيران مع السعودية مع بريطانيا ضد نعم. الجمهورية ومع ذلك تم كسرها من قبل يعني المقاومة الشعبية كيف تم تنظيمكم في المقاومة الشعبية وكيف تم تشكيل مقاومة شعبية علما أنه كان عدد الجيش اللي في صنعاء عدد قليل جدا قرار تشكيل المقاومة الشعبية جاء باتفاق كامل بين القوى الوطنية اليسارية والقومية والوطنية والمستقلين الجمهوريين الحقيقيين وكان لابد من رفض الوحدات العسكرية المناصرة يعني كاملة للنظام الجمهوري بحركة شعبية بقوة شعبية هذه القوة الشعبية هي مثلت المقاومة الشعبية هذا الهدف دعت إليه وحققته الحركة الوطنية كما قلت بمختلف فصائلها والدليل على هذا أن قيادة هذه المقاومة الشعبية كانت من هذه الأحزاب جميعها بعثية ناصرية يسارية قومية كلها كانت موجودة يعني من القيادة حتى يعني من أبرز الأسماء التي الأسماء من أبرز الشخصيات يعني أنا أذكر لك من الأسماء مثلا سيف أحمد حيدر الأستاذ سيف أحمد حيدر عمر الجاوي عبد القاسم الحبيشي عبد القاسم الحبيشي و كان حتى في جنوبيين علي مهد جنوبيين ايضا الى جانب عمر الجاوي كان هناك علي مهد الشنواح و صح علي مهد الشنواح وعلي محمد زيد و كثيرين من اليسار احمد السلامي و اليسار والقوميين والوطنيين والمستقلين هؤلاء القوى الشعبية كم هل شاركت في المواجهة مباشرة؟ ليس القوى الشعبية، القوى الشعبية سموها القبائل نعم. لكن هذه المقاومة الشعبية. نعم المقاومة الشعبية هل كانت مهمتها عسكرية في الجبهات أم حراسة المؤسسات والمباني؟ لا المقاومة شاركت في كل مكان شاركت في الجبهات
وشاركت أيضا بالحماية الداخلية على أهم المؤسسات بما في ذلك إذاعة صنعاء يعني. فأوكلت لها الحماية الداخلية مع مشاركات في الجبهات، وقادت هذه المقاومة أيضا، شاركوا حتى في النزول إلى بعض الجبهات. وأذكر لك يعني مثلا مسؤول الأول أو رئيس التوجيه المعنوي يومها كان ينزل بفرقه الفنية إلى كل مواقع ويجري معهم لقاءات وحفلات ترفيهية لشد المعنويات المقاتلين في هذه الجبهات، وبرفقته كان أيضا من المقاومة الشعبية. طيب في تلك الفترة أيضا كان من ضمن أنشطة المقاومة الشعبية، من ضمن الأنشطة رقابة المحلات ومنع الاحتكار التجار، لأنه هل حدثت أزمة وقتها؟ هذه حلقة أخرى نعم. أو مهمة أخرى من مهام المقاومة الشعبية، اللي هو طبعا صنعاء عاشت مش حصار عسكري بس، حصار عسكري واقتصادي تمويلي وإعلامي سياسي. ولهذا قامت وزارة التجارة يومها بتشكيل لجان معظم أعضائها كان من المقاومة الشعبية أو مرافقين للجان المدنية، ونزلوا إلى كل التجار يعني وكشفوا كل المخازن التي خزنت فيها المواد الغذائية، أخفوها عن متناول المواطنين وفضحوا هذه المخازن، وانتشلوا استخرجوا هذه المواد المخزونة وعرضوها في الشوارع للبيع، واستدعوا كل صاحب مخزن أن يأتي للمشاركة واستلام ما يتم يعني بيعه أو قيمة ما يتم بيعه بالعملة مباشرة وفقا للأسعار التي حددتها الوزارة. لكن كل التجار أو معظمهم الذين رفضوا كانت اللجنة ورئيسها اللي هو وزير التجارة آنذاك بتوريد هذه المبالغ مباشرة إلى البنك باسم التاجر نفسه، باسم صاحب هذه المواد التي تم بيعها، وبكم الكميات وكم المبالغ التي وردت. بعودة وبهذا حلت يعني جزئيا مشكلة الحصار والحاجة إلى بعض المواد التموينية. يعني أنا أذكر أنه كنا في الشاهي ما حصلنا السكر، كان لو تتذكر أنت كان في حاجة اسمها نعنع أبيض كان يستخدموها مع القات، اضطرينا نستخدمها مع الشاهي لأنه ما في سكر. طيب في ظل هذا الحشد كان هناك أيضا ربما مساندة للصف الجمهوري من بعض الدول، سوريا، الجزائر، مصر. طبعا في هذا الظرف الصعب أهم دعم تلقاه أو تلقته القوى الجمهورية والنظام الجمهوري والثورة كان من يعني عربيا من مصر، سوريا، الجزائر والاتحاد السوفيتي بكل الأشكال، عسكريا، ماديا، اقتصاديا، معنويا وسياسيا. هل كان يوازي الدعم للصف الملكي؟ هل هو بنفس القوة بنفس طبعا قد لا يكون بنفس الحجم يعني ذات ماديا، لكن عسكريا ومعنويا وسياسيا وإعلاميا كان يوازي. طيب في هذه اللحظة القتال كان في صنعاء، قد داخل صنعاء، كيف تمكنت المقاومين من دحر هذا؟ يعني كانوا في شعوب، كانوا في مسيطرين على مداخل صنعاء في بني مطر، هل ممكنك توصف لنا كيف كانت الأجواء؟ هل كان في رعب من تكرار سيناريو استباحة صنعاء اللي هو في 48؟ طبعا هذا كان وارد، هذا الشعار أو كان هذا الخوف وارد من أن يتم
نحصل لصنعاء ما حصل في 48. لهذا كل الناس قلت لك توحدت واتجهت إلى الجبهات بالذات المدنيين وأولهم المقاومة الشعبية، تحملت أعباء الدفاع أو مهام الدفاع عن مؤسسات وحماية مؤسسات الدولة الرئيسية في صنعاء، ما في ذلك كما قلت الإذاعة وفي الجبهات. رفضت قوات الوحدات القوات المسلحة بعناصرها في كل الجبهة، ما فيش جبهة تقدر تقول أنها لم تشهد حضورا للمقاومة الشعبية. أستاذ سلطان، في هذا في موضوع بدء الحصار، كان هناك يعني في الحصار نفسه أو في المواجهات كان هناك ربما مغادرة لعدد من قيادة الدولة، القاضي الإرياني تم نقله إلى الحديدة، وزراء ربما غادروا، هل بقى الجميع في صنعاء باستثناء رئيس الدولة؟ وبالتالي كانت المواجهة شعبية وحكومية، أم أنه كان هناك حالة من التخاذل؟ لم يبقى في صنعاء من القيادات إلا حسن العمري، وكان أيضا وأنا شاهد على هذه الحادثة حاول أن يخرج من صنعاء أيضا عندما شد الحصار عندما وصلوا إلى باب الشعوب، لكن المقاومة. من اللي حاول الخروج من صنعاء؟ من هو الذي حاول الخروج؟ العمري؟ العمري اللي هو آخر حاجة وآخر أمل، رئيس الدولة يعني رئيس الحكومة والقائد العام والوحدات العسكرية. نعم. باعتباره القائد العام. نعم. هو حسن العمري، ولهذا عين يعني قائدا لهذه المرحلة. فعندما حاول الخروج لحقت به قوى ومعظمها كانت أفراد مقاومة شعبية بقيادة أحد الضباط في عصر، ووضعته أمام خيارين، إما أن تبقى كقائد لهذه يعني الجماهير في صد هذا العدوان، أو أن نتم يعني حل المسألة معك هنا في تصفيته يعني. يعني أيوه يعني تم إجبار العمري للعودة، تم إجباره للعودة للدفاع بهذا الشكل ممكن تسميه. طيب في الوقت نفسه كانوا تم تعيين عبد الرقيب عبد الوهاب رئيس لهيئة الأركان، هل كان صراع هناك؟ ورغم انه كان هناك صراع بين الرجلين، كيف تم التغلب على الصراع بين هذا التعيين هو جزء من هذا الضغط الذي وجهته او مارسته القوى الشعبية بقيادة القوى السياسية وقيادة المقاومة الشعبية، وكان لابد أن يكون هناك قيادات جديدة في الوحدات العسكرية تقف مع القائد العام في مواجهة هذا الغزو الإمبريالي الرجعي العربي على صنعاء. ولهذا عينت الأخ المناضل الشهيد عبد الرقيب عبد الوهاب نعمان رئيسا للأركان، وعين علي محمد النقيب علي محمد هاشم وعبد الرقيب الحربي نواب لهذا الرئيس هيئة الأركان العامة، وجميعهم الثلاثة من أيضا محافظة تعز، باعتبار أن هذه الوحدات أيضا كما قلت يعني معظم أفرادها وقادتها أيضا من لواء تعز. حمود ناجي سعيد كان قائدا لقوات المظلات، وعبد الرقيب عبد الوهاب قائدا لقوات الصاعقة ورئيس الأركان للقوات الصاعقة، سعيد قرين ملقب سعيد هزاع المعمري الملقب قرين ولقب أيضا بالمهداوي لموقفه العسكري المتشدد، وغيرها من الوحدات. وفي المدفعية كان هناك علي مثنى جبران، وفي سلاح المشاة كان هنالك الشهيد محمد صالح فرحان الشميري، وكثير من الوحدات التي كما قلت رفضت بقوات المقاومة الشعبية.
طيب هذا يعني بوجود هؤلاء هذه الألوية العسكرية وغيرها تم دحر الحصار السبعين، وبعدها بدأت مشكلة أخرى، تم استئناف الصراع مرة أخرى بين الرفاق أو بين أصدقاء يعني حلفاء ما قبل رفاق السلاح. كيف وصلت الأمور إلى حد التصفية؟ طبعا بعد محاصرة الحصار ودحر الحصار والانتصار على هذا العدوان بصنع ملحمة السبعين يوم الوطنية الكبرى، بعض الضباط الكبار يعني المسدودين أو التابعين لزعماء القبائل رأوا أو وصلوا حسن العمري إلى قناعة بأنه لا 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 قوة خطيرة عليك الآن، أو القوة الخطيرة التي تشكل بالنسبة لك الآن هم أحزاب القوى اليسارية والقومية والوطنية والمستقلين الجمهوريين. لهذا لابد أن يتخذ ضدهم إجراء معين أو خطوة معينة لحد من هذا التغول اللي يسموه الانتشار لهذه القوى التي تشكل خطورة على توجهك يا قائد عام. يعني فبدأت عملية الاعتقالات والتصفيات والإزاحات والتغيير لبعض القيادات، ومهد هذا الانقلاب كله كما قلت بدءا من 5 نوفمبر وما قبل 5 نوفمبر وما بعد 5 نوفمبر لحاجة اسمها كارثة واقتتال رفاق السلاح أحداث. يعني هناك من يقول أنه كان عبد الرقيب عبد الوهاب والقوات الصاعقة والمظلات وغيرها كانوا في صدد التخلص من العمري والقيام بانقلاب لصالحهم. كانوا بصدد التخلص من العمري والقيام بانقلاب. لم يكن هناك فكرة بالتخلص من العمري باعتباره قائد المعركة والمسؤول الأول عن هذه المعركة العسكرية، فما كانش في يعني فكرة إنه لازم نتخلص. هذه يعني من ضمن المحاولات لإثارة النعرة الطائفية والمناطقية داخل القوات المسلحة لتحريض حسن العمري للقيام بخطوة لتصفية هذه القوى العسكرية بالذات، لأن المدنية سهل التعامل معها كأحزاب، لكن الخطورة رأوها أو كانوا يعتقدوا أنها تمثل وجود هذه القوات العسكرية وهؤلاء القادة سميوا في أنها وهي صحيحة التسمية ضباط الشباب، ومعظمهم كما قلت سابقا من لواء تعز. وأنا أذكر أنه في أثناء الحصار يعني كثيرين من القادة يعني الأبطال القوات المسلحة والمقاومين كانوا يستدرجوا إلى بيوت سكان صنعاء وهم من بقايا الإمامة أو من الموالين للإمامة ويتم تصفيتهم بهذه البيوت يعني. وهكذا انتشرت نعرة الطائفية أو بدأوا يروجوا لها ويوسعوها في أوساط كل سكان صنعاء يعني. طيب يعني اندلعت مواجهات محدودة في صنعاء، ذهب وفد للوساطة عبد العزيز عبد الغني، حسن مكي، مجاهد أبو شوارب وشخصيات أخرى، والتقوا بعبد الرقيب عبد الوهاب، والتقوا أيضا بالقيادة المظلات، لكن فشلت هذه اللجنة. وفي الروايات التي في مذكرة عدد من السياسيين قيل أن اللجنة هذه تعرضت للاحتجاز وحتى أطلق عليها الرصاص وأصيب فيها حسن مكي.
هل كانت هذه الروايه، هل هذه الروايه هي صحيحه، وان عبد الرقيب عبد الوهاب رفض كل جهود التهدئه؟ انا شخصيا يعني انفي هذه المزاعم وهذه الاقاويل، لانه معروف جدا انه الدكتور حسن مكي كان اقرب الى اليسار والى الحركه الوطنيه من اي قوى اخرى داخل الساحه اليمنيه. اثنين، لم يحصل اي احتجاز لهذه اللجنه، بالعكس رحب بها، لكن صح لم يقبلوا الوساطه، هذا صحيح، لكن القول بانه تم احتجازها غير صحيح. انا شخصيا انفي هذا الكلام، ولا لاي علم ولا اؤيد هذا الطرح، لانه هذا فيه تجني لحقائق التاريخ والواقع التاريخي. لهذا نحن نريد ان نسمع ما هي، كيف تم التعامل مع هذه اللجنه، وهل فعلا سمح لها بالمغادره، لانه لم يسمح لها بالمغادره بحسب مذكره سنان ابو لحوم، بحسب مذكره ما قاله الفصيل، بحسب ما قاله اخرون يعني في حديثهم عن هذه اللجنه. هذا الكلام يقوله يعني، وانت ذكرت الان اسم معين، هذه القوى التي كانت وراء عمليه تعيين عبد الرقيب عبد الوهاب وحمود ناجي سعيد ومحمد صالح فرحان وعلي مثنى جبران قاده لهذه الوحدات العسكريه. فكيف التخلص؟ هو باثاره النعره الطائفيه، وان هم اللي اعتقلوا اللجنه، وانهم مش عارف ايه، وهذا لم يحصل كما قلت، لم يحصل على الاطلاق، وليس هنالك شخص واحد من القيادات الوطنيه في الاحزاب الوطنيه القوميه والوطنيه والقوميه والماركسيه والمستقلين الجمهوريين يدعو لاعتقال او احتجاز إنسان وطني أو ناس وطنيين مثل الدكتور الدكتورين عبد الغني وحسن مكي. طيب كيف تم إخماد أو القضاء على قوات الصاعقة والمظلات والمشاة رغم أنها كان لديها تجهيزات، وكيف في يعني تم إعدام وساح عبد الرقيب عبد الوهاب؟ هذا تم بابتعاد احداث اغسطس، نعم، التي يعني استطاعت القوى الشق المعادي للثوره والجمهوريه والتواجد المصري في فتره سابقه لاقناع القياده العسكريه ورئيس الدولة الجديد بعد 5 نوفمبر بأنه لابد أن نتخلص، يتم التخلص من هؤلاء الناس. فتمت الاتصالات واتخذ قرار بإبعاد هؤلاء، أولا بإبعاد هؤلاء الناس كلهم وتعيين البدائل يعني، ورحلوا جميعا دون قناعة منهم بقرار يعني فوقي الى الجزائر. 72 شخص تقريبا كانوا، ايوه بهذا الحدود. بعد فتره عاد كثيرون من هؤلاء الناس بقرار فردي، ولا استبعد بتنسيق مع الاخوان الجزائريين الى اليمن، سواء عن طريق الجنوب او عن طريق اماكن اخرى يعني. وعبد الرقيب عبد الوهاب واحد من هؤلاء الذين عادوا الى اليمن عبر عدن، وتمت في هذه الفترة دعوة لقيام جبهة وطنية واسعة لمقاومة الانقلاب وإنهاء نتائج هذا الانقلاب الرجعي. طيب لكن عاد إلى صنعاء وحدث ما حدث، حدثت الكارثة، و بعد فشل الحوارات من أجل قيام الجبهة الوطنية في عدن، وكان أول اجتماع لهذا التحالف في مكيراس، عاد عبد الرقيب عبد الوهاب باتصالات شخصية من علي سيف الخولاني
والمقربين منه وبضمانات منهم انه يعني لن يحصل له شيئا، يعود كمواطن ويمكن الاستفاده منه. وفعلا عاد لانه كان متيقنا انه ليس مجديا ان يبقى في الجنوب، انه عليه ان يعود الى صنعاء، ومن صنعاء يمكن ان يعمل شيء يعني. فعاد الى صنعاء وبدا اتصالاته. عندما شاهدوا هذه الاتصالات تم احتوائه في منزل علي سيف الخولاني، ثم بتنسيق بين هذه القوى مع علي سيف الخولاني الذي استدرجوا من عدن تم تصفيته وسحله وسحبه في شوارع صنعاء، لولا ان بعد ان يعني خرجوه من القبر سحلوه في الشوارع، لولا تدخل الشيخ احمد المطري الذي قال كلمته الشهيره: هل نسيت يا اهل صنعاء انه ما حد دافع عن صنعاء وعن اسركم وعوائلكم واطفالكم الا عبد الرقيب عبد الوهاب. نعم. اذا عند هذه النقطه ننهي تسجيل الحلقه الثالثه، نستكملها غدا ان شاء الله في الحلقه الجديده. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور سلطان عبد العزيز المعمري. الشكر موصول لجميع مشاهدينا، نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.